نحلل اه صغنون قوي، بس احنا عايزين بقى ايه اوكي تحليل كده ممكن بسيط. يثبتوا لي الصورة يعني يا يلا ريت. ممكن اوكي بس نثبت الصورة للدكتور. الفنانة الجميلة ياسمين عبد العزيز والفنان الجميل برضو احمد العوضي هي جميلة امارات. قوي، هي البادي لانجوج بتاعها في الحلقة عموما، يعني احنا الحلقة معانا قديمة، الصورة. الحلقة اتفرجت عليها انا كتير كمان، كلها هي اصلا طفولية، طفلة ما كبرتش، فالبادي لانجوج بتاعها كله كده، كان طول الحلقة مش هنا بس، فكانت بتتكلم عن مشاعرها بطفولية جدا، بطفولية بذكاء منها، بطفولية دي طبيعتها، بس هي البادي لانجوج كله ان شخص بيتعامل بمشاعره جدا في الجزء بتاع حياته، اوكي لكن مش شرط ده يكون في الشغل، يعني عشان في ناس بتستغرب قوي، ده طفل ممكن يكون طفل في بيته، يعني طفل مع عيالها، طفل مع جوزها، لكن مش في شغلها، يعني في الشغل كأنه بياخد بتفصل. ماسك ويلبي يبقى شخصية تاني، اوكي بس الطبيعة الغالبة هتبقى طفولية، فهي الفنانة ياسمين عبد العزيز هي في الغالب الحلقة كله طفولية جدا. بس يعني فنيجي كده يا دكتور، لما حد بيكون في موقف معين هو بيتعامل بشكل طفولي، ده معناه ان هو صادق قوي ولا ايه؟ صادق، ممكن يكون كذاب قوي برضه، عنده اوكي قدرة يعني على ممكن الملاوعة يتصنع حاجة طبعا زي لو كده. عارف بادي لانجوج كويس او متقمص الدور كويس. اوكي ممثلة اوكي برضه، ما احنا برضه جايبين مواقف لا لممثلة مش شرط على وكبيرة فكرة، جدا. انت بتشوف ممثلين ادائهم واحد لانهم ما بيتقمصوش الشخصية، يعني مظبوط. مثلا الفنان احمد زكي، هو شوفه هو لما كان بواب حاجه ولما ده، وكان البادي لانجوج كان عنده رهيب، يعني اوكي انا جايبه في الكورس بتاعي حتت منه ان هو قدر هنا لما عمل بواب وهنا لما عمل وزير الحركه تاني الوقفة كل حاجه الوقفه بتختلف. طبعا لانه تقمصها بجد. في ناس لا، هو بيقول بتاع ويديك شويه احساس، لكن البادي لانجوج بتاعه لا مش كده طبعا. فنرجع للصوره بقى، ان هي اول حاجه ماليه مايله رقبتها كده، فهي دي معناه ان هي مستسلمه، بتتكلم بصدق جدا وبتتكلم مع حد هي مرتاحه له. مرتاحاله. اوكي لان الست لما بتميل رقبتها هي الحركه اكثر شيوعا عند الستات، اللي هي معناها ان انا بحبك وانا مرتاح لك وانا يعني بثق فيك، ودي الحركه اللي بتوقع الرجاله، يعني احنا بنكون في فن الاغواء. لو هي الموضوع بتكلم كبير راجل، ده، لو من هي ابسط الحاجات يعني بتبقى مبينه حاجه زي كده. لو هي اوكي اي راجل، اي راجل صغير كبير شاب اي حد في الشغل وانت بتكلميه كده، هو تلقائيا بيحس ايه ده، دي واثقه فيا، ايه ده، دي بتحبني او اوكي مش بتحبني، ايه ده ممكن تحبني، او لان انا مسلمه له رقبتي فهو بيحس حتى برجولته، لو هو ما يعرفش حاجه عن لغه هو مش قصده ان هو عايز لا 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 كده. هو بيوافق. لا لا الطمأنينة. هو الطمأنينة. هي اديت له التقدير ده ان انا بثق فيك، فهو هيعمل اي حاجه هي عاوزاها، بيحس ان هو مش نديه، يعني اوكي من ضمن الغباء الانثوي ان هو واقف له راس براس كده، اللي هو اوكي انت هتعمل وانا هعمل، هنا بيعاندها للعند. اوكي فهي في الـ في الـ في الحركه دي كانت طبعا كانت بتتكلم على الفنانه اسعاد يونس، فهي كانت بتتكلم في موضوعين مسلمه فيهم جدا ومرتاحه قوي في ومرتاحه الكلام، للي بتكلمها، وما كانتش مجبره ان هي اصلا تقول ده، تحكي الاول ما كانتش مجبره تقول ده، بس هي عملت الحركه اللي هي دي، هي كانت حاميه نفسها قوي، دي حركه طفوليه جدا. أوكي. اي حاجه بنحطها في المنطقه دي للراجل اعلى من الست، لان في فرق بين الراجل والست في لغه الجسد. اي حاجه بنحطها هنا دي معناه ان انا بحمي عند الراجل المنطقه الذكوريه بتاعته، او اللي هي تخص الجزء الذكوري بتاعه، فهو لما بيحميه بيحس بضعف او تهديد، او ممكن يكون مشاكل عضويه. اوكي بس في الغالب في تهديد في احساسه بالرجوله. أوكي. ده للراجل. انا حبيت الفيديو قوي والله العظيم، ما كنتش طلع اعرف فيه ان ده تفسير. لكن للستات بقى لما حمايه عاليه جدا، لان هي ما عندهاش المنطقه دي تحميها، حمايه عاليه جدا كانها حاطه حاجه بتستخبى وراها. اوكي فبس هي عاملاها كده، بس دي معناها ان هي في حياتها واخده دور رجولي اكتر.